طريق الموت الذي أرعب الوافدين إلى كربلاء لكثرة الدماء التي سحقت بعجلات الحمل التي لا تجد طريقا سوى أرواح المواطنين، خسائر جسيمة يتعرض لها أهالي الكمالية وسط محافظة كربلاء والتي وصلت إعداد ضحاياها أكثر من 100 مواطن. نناشد كافة المسؤولين سواء كانت الحكومة المحلية أو رئيس مجلس الوزراء أو باقي المسؤولين بأن يجدوا حلول لهذه المنطقة. أولا اللوريات اللي جاءت تفوت يأخذون عليها ضرائب باهظة جدا، يعني احنا هذا الضرائب لو شهر واحد ما تاخذه الحكومه المحليه مثلا يمكن يقولون يرمون هذا الطريق وينهون هذه المشكله اللي عانت منها المنطقه على مر السنين. اموال تجبى يوميا ومليارات سنويا لا يعرف اهالي المحافظه اين تذهب، حوادث متكرره على مدى اشهر السنه، مطالبين الجهات المسؤولة بتغيير مسار السير للعجلات ذات الحمل الثقيل لضمان أمن واستقرار المنطقة. مطالب المنطقة كلها، هالمطالب تحويل اللوريات إلى طريق رفيع وترميم هذا الشارع، كون عانت صار 15 سنة تعاني هذه المنطقة من حصد الأرواح البشرية. طبعا هو موجود به يعني كل لوري يأخذ من عنده ضرائب للدولة مثلا. هذا الشارع ما شهد أي عمليات إعمار من عام 2003 لغاية الآن، رغم الميزانيات الهائلة التي رصدت إلى معاوضة كربلاء، ناهيك عن وجود سيطرة قريب معاملة لخيضر تأخذ من كل سكس 15 ألف ومن كل التريلة 25 ألف لتأهيل الشوارع، لكن ما شفنا أي شيء اسمه تأهيل وترميم وفتح شوارع ثانية. السرقة فقط للميزانيات وللأموال اللي يأخذونها من الشارع. طبعا هذا الشارع السبب بإزهاق العشرات من أرواح الأبرياء بهاي المنطقة، خصوصا بالشمالية يعني من هاي العوائل والأرياف هنا. لسنا بدولة أوروبية تهتم لعبور طائر صغير لشارع آخر، إنما نحن في العراق نهتم بكيفية زيادة معاناة المواطنين بعبورهم لنفس الشارع. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.